هناك العديد من الأزمات التي لحقت بالاقتصاد المصري، هل كان لها تأثير على الإقبال من الجانب الصيني على الصناعة المصرية، على التجارة والاستثمار في مصر؟ 就是埃镑啊，就是在这个今年出现了很大的波动，也就是说呢，在货币上来说呢，不稳定，就说这个货币的这个浮动啊，对中国的这个商品或者对于这个进出口是否有一些影响，就是你这边，埃镑的这个浮动非常大，对我们。 贸易的话，对，有没有？确实有很大的影响。目前来说的话，我跟埃及客人做了是很多年，确实也存在一个埃镑贬值的一个问题。中国有很多的企业，他不敢跟埃及人民做生意，包括存在一些货款上的收发的一些问题的话，都是跟埃镑的那个不稳定很有关系。对，لأن لدينا مجموعة من العملاء من مصريين وتجارتنا كانت ثابتة أو مستقرة وعندما حدث أي الدولارات رفعت والعملة المصرية نزلت أو يكون يهتز أو غير ثابت صعبا علينا في تصدير هذه المنتجات من الصين إلى الخارج خاصة نحن عندما وجد العملة ليس بثابت أو غير مستقرة تأثير لنا بكثير نحن نتأثر بهذا الشيء مع هذا التأثر يعني لماذا لم يكن هناك تخوفات من الإقبال على مصر؟ 对于你们开拓这个市场，是不是还有一些担心或者恐惧？有没有？对于这个货币不稳定的话，所以如果是在这边开了工厂，我首先就是不光光是埃及这个市场，我要整个非洲是辐射开来。这个第一个，第二个就是货币不稳定，它如果人民币可以的话，可能这个也是一种方法吧。对，那。 是不是这样子的？这个我也不是说很清楚，应该差不多吧。差不多。对，这方面我是管销售多一点，我老公管的那个多一点。好，لأن نحن نتأثر بالعملة عندما وقع فيه أي ارتفاع أو نزل، لأن نحن في أمنيتنا أو في مقصودنا نريد نفتح المصنع في مصر هنا. نريد يكون من مصر هنا نوفر أو نصدر المنتجات من مصر إلى دول المجاورة إلى دول مختلفة فلذلك نتمنى أن يكون توحيد العملة في مصر هنا فيه شيء من العملة الصينية تفيد للسوق لأن العملة الصينية تكون الآن ثابت أو غير متعثرة بهذا احتياز العملة المصرية هناك بعض المناوشات والحديث عن الإرهاب في مصر هل هذا له تأثير على العلاقة الصينية المصرية من الجانب الاقتصادي؟ 那么还有一个呢，就是现在啊，出现了一些就是在 埃及啊，一些的恐怖分子，或者说类似于就是恐怖的这个事件，那么这个对于你的生意上来说，是不是有一些影响或者有些顾虑？你说说看。أكيد وهو يؤثر في اقتصاد بكثير خاصة نحن من مصنع وخاصة نحن أي متواجهة التجارة إلى دول مختلفة خاصة إلى الشرق الأوسط وإلى شمال أفريقيا وإذا يوجد غير أمن في مجال الاقتصادي أو في مجال النفسي أو في مجال الاقتصادي في مالي وهذا فيه تأثير بكثير لأن أول شيء وفي بداية كل شيء وهو الأمن فلذلك نحن نتمنى أن يكون الأمن في الدولة يكون أكثر وأوفر